بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الجمعة تاريخ 16/7/2021، جايين مع الشباب، وإذا بهذا الصخر يسقط من فوق، يا رب سهل الأمور، يا رب يا رب سهل الأمور، يا رب سهل الأمور. شوي شوي يا أبو ضاري، بسم الله اللهم وهذا ابو حامد يفتح الطريق. اهم شيء هذا الصخر الصغير. يلا يلا يا ابو خالد، امشي امشي. رايحين المطار، هذا وضاري وابو خالد. فتحنا الطريق بفضل الله عز وجل، يا رب لك الحمد. الله ستر بستره. قبل 5 ثواني من مجينا طاح هذا الصخر الكبير. الله يعطيهم العافية، يا رب لك الحمد. أبو خالد، الله ستر بستره، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. اي والله السلام.